تسمع ابن الحلال تسامع هو كان حلم العمر يعني إننا نفرح ونعمل ونغني بس إحنا مع الشعب مع غزة إنه غزة تكون في أمان أكثر بلد أمان في العالم هذا اللي إحنا بدنا إياه الفرحة فرحنا وعملنا يعني حاجة خفيفة قدام البيت وبنمشي هالفرحة أهم حاجة شعب غزة وسكان غزة يكونوا مبسوطين ما بدنا الكورونا وما رسيب البدلة